الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. ولأنه صبحنا مصري حتما سننتصر، فعلا سننتصر بإرادة قوية وعزيمة وصبر وقدرة على الوقوف في وجه الأزمة وإدارة الأزمة بلغة الخطاب الديني التي علمنا إياها المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بالأخذ بالأسباب والتوكل على الله. وإذا كان رمضان هو شهر التقوى والصيام وشهر الصبر والقرآن وشهر النفقة والإحسان، فهو أيضا شهر الانتصارات والفتوحات، شهر غزوة بدر وفتح مكة ومعركة القادسية وعين جالوت، وفي العصر الحديث انتصار أكتوبر العظيم، وهذا العبور الذي تألق به المصريون في العاشر من رمضان في عام 1973 في السادس من أكتوبر. وفي هذه اللحظات التي نعيشها عالميا في واقعنا المعاصر حتما سننتصر على فيروس كورونا بإرادة الأمن والإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ربنا سبحانه وتعالى وعدنا وعرفنا أنه سننتصر على كل ما يواجهنا من إرهاب أو تخويف أو أزمات أو معارك. وما خاض المسلمون معركة أو غزوة في رمضان إلا وانتصروا فيها منذ عهد النبوة إلى عصرنا الحاضر. إذن علينا أن نؤمن بأننا حتما سننتصر، لكننا نحتاج إلى الصبر والأخذ بالأسباب. توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبن في العجز يوما عن الطلب. ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك بالجزع تساقط الرطب، ولو شاء لجنته من غير هزة، ولكن كل شيء في الكون له سبب. نحتاج كي ننتصر في رمضان إلى الأخذ بالأسباب والأمور الاحترازية والتباعد الاجتماعي والاستماع إلى أهل الفتية في المجال الطبي والمؤسسات الوطنية المصرية في تعليماتها وتنفيذها تنفيذا عمليا على أرض الواقع. وإذا كانت المساجد قد غلقت أمام وجوهنا فباب الله مفتوح، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهيا بنا نكثر من الذكر وقراءة القرآن والاستغفار والتوبة، ونجدد العهد مع الله، ونؤمن بأننا حتما سننتصر. إذا ملأ اليقين القلوب وامتلأت القلوب والأفئدة بالفروسية والقوة والعزيمة والإرادة والصبر والتحدي، وكنا على قلب رجل واحد، حتما سننتصر. انتصر المسلمون في معارك عديدة في رمضان على مر العصور والأزمان. احنا مؤمنين بالله، بالأديان، بالتوراة والإنجيل والقرآن. هنصدق مين؟ ربنا ولا هنصدق جنون الصبيان؟ ربنا قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. النصر للمعمرين وليس للمفسدين. هيا بنا نبني العقول ونبني الوعي ونجدد الفهم، ونقبل على ربنا تبارك وتعالى بإصرار وإقبال. ولكل مهموم أرسل بهذه الرسالة الختامية: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير إن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. وإذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. اللهم اصرف عنا الوباء، وقنا شر الداء، ونجنا وبلادنا من البلاء، واحفظ مصر وبلاد العالم من كل مكروه وسوء، أنت ولي ذلك والقادر عليه. ومن صباحنا مصري بقول لحضرتك: إذا أردت أن تترك في الناس علامة فقابلهم وعلى وجهك ابتسامة. أقول لحضراتكم في أمان الله، مع السلامة.